ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ هنا احمد عمرو من عرب هاردوير، واحنا بنلعب اوفر واتش، لعبه الشوتر الجديده من بليزرد. اللعبه انا اول مره العبها، دي لسه البيتا بتاعتها. ده كل اللي انا اعرفه عن اللعبه، انها فيها فريقين. اللعبه تيم بيست، بتعتمد فيها على الفريق بتاعك عشان تعمل اوبجكتيفز معينه. في شخصيات زي ما انتم شايفين، شخصيات هجوم، شخصيات دفاع، شخصيات او مش عارف ديفنس، دي تانك، ده سبورت. احنا نقول مثلا نبدا قدام 15 ثانيه، نختار لا ده بتاع ممكن نلعب. ده شكله لذيذ، ماسك سلاحين، اسمه ايه؟ ريبر. نلعب ريبر. انا اول مره العب اللعبه، انا اكتشف كده خالص، لعبت بس تريننج. دول الناس اللي هيلعبوا اونلاين. كل فريق بيكون سته، وهيكون في ان احنا عندنا مهمه المفروض فريقنا ننفذها، والفريق اللي قصاده مهمته ان هو يمنعنا او احنا اللي نمنع، احنا المفروض بنهاجم على النقطه دي. هتلاقي الفريق التاني بيدافع كبير قوي. ده كابوي بيعمل ايه؟ ماشي. السلاح بيضرب نوعين من الضرب. ممكن اغير هيرو كتير. طب نايس والله، يعني ممكن اجرب كل حاجه دلوقتي. العب حاجه للفنس مثلا. نجرب نلعب ده ارشر. انا معرفش عملت ايه، مش عارف. ماشي، ايه بتاعتي بتعمل ايه؟ لا صلي، يعني ماشي. قتلت حاجة، قتلت حد على الأقل. انا بغير السهم بشيفت، يعني ده سهم عادي، ده سهم معرفش بيعمل حاجة، يعني تقريبا بيراقب منطقة تقريبا. Stop them now! Clear the point! انا واحد فاضل، مشكلة مكروه هناك. والله الحلو في الشخصية دي ان الأسلحة مفتوحة، يعني مش وقت. دلوقتي انا عندي كيو، بدوس كيو بيعمل زي سبيشال موف كبيره كده، سهم قوي. ايه ده؟ ضربته كذا مره او مرتين الصراحه. نجرب شخصية تانية. نجرب دي كده سنايبر. شفت؟ حلو والله، حلو. مشكلة انها بتلود. ماشي، احنا عموما بنخسر دلوقتي خلاص. خلاص وصلنا تاني.
ماشي. هو احنا بجرب شخصيات، اللعبه فيها شخصيات كتير قوي كذا نوع، فاعتقد يعني المفروض ايه ده. فاللعبة بتعتمد على الفريق بشكل كبير قوي، انك تختار شخصية متلازمة مع فريقك وتكملوا بعض. احنا خسرنا بسبب ان احنا انا كنت عمال بجرب شخصيات مش عارفين نعمل خطة مع بعض، يعني كل واحد في الفريق عندنا كان بيتحرك لوحده، مش عاملين خطة بننفذها. فنروح نلعب جيم تاني كده نشوف، يمكن الدنيا تبقى احسن في الجيم التاني. هجرب العب دلوقتي بالسنايبر، انا ما لحقتش العب بيها الجيم اللي فات. تمبل اوف انوبس دي ماب في مصر. دي كانت السنايبر. هي شوف شاشة الشخصيات التانية كبيرة اوي كده ليه؟ بلاش، هتلاقي الحاجات التانك كلها بطيئة. هنلعب بحاجة سبورت. ماشي هنجربهم بس الأول. خلينا نجرب السنايبر. وان شوت وان كيل. I would take my bow against your rifle any day. That would be the last mistake you ever made. عشان عايز اطلع في مكان عالي، ما اعرفش انا جاي هنا ليه اصلا، بس مش عارف المابس. Attackers incoming in 30 seconds. نايس. هم دلوقتي جوه البيس بتاعهم واحنا اللي بره، المفروض بنسابقهم. وعم بقى هم طريقهم منين انا مش عارف. Talon could restore your family's empire. But at what cost? نايس. قتلنا اثنين بوم. نايس طلع جدول السنايبر على الاقل، يعني بيبقى عندي الرينج. هي تبقى ايه الشخصية على حسب اسلوب اللعب بتاع كل واحد بقى. انت هتقعد تعمل زي كده تجرب لحد ما تلاقي شخصية تعجبك، وبعدين هتعمل شخصية تانية تعجبك اكتر. مشكلة مفيش اسلحة تانية، انا عايز اقرب شوية. ماشي، كانش المفروض اقرب، يعني المفروض انا عندي ميزة المسافة، المفروض كنت احافظ على المسافة بتاعتي. مش مشكلة، نروح تاني بس الطريق طويل شوية. ممكن ثلاث شهور. اكيد في طريق قريب يعني، بس انا لسه مش حافظ الماب ومش عارفه. طيب ماشي، نلف من ورا بقى كده. اكيد في مخرج من هنا يعني اكيد. فارا ريبورتينج. No one can hide from my sight. Yuga Wagateki wo kurau. New defense point. Here I am. Objective B.
ماشي دلوقتي هم اخدوا ايه؟ الحمد لله احنا بنخسر تاني، المفروض نحمي بيه بقى. حلو والله الشخصية دي بتبني حاجات كده ممكن بلعب بيها، دور عليها بلعب بيها. ايه ده؟ انت خطة الايدين فضل طلقة مش فاهم. طلقتين مش كفاية؟ يلا شخصية بس كانت شخصية سبورت يعني لذيذة والله شكلها حلو، هنبقى نجرب المدة اللي جاية هغير شخصية نجرب حاجة تانية. ايه ده؟ انا بلعب. هو رشاش يبقى سنايبر. ما اخد بالي. طب انا ممكن اقرب دلوقتي. والله حلو والله. خسرنا مرتين. نلعب جيم تاني يمكن نكسب ولا حاجة. مشكلة مبقاش في لعبة زي داشبورد، متعرفش انت اداك كان عامل ازاي، متعرفش مين كان احسن واحد، عشان اللعبة معتمدة على الفريق. يعني الفريق كده خسر يبقى خلاص الفريق خسر، مفيش حاجة اسمها أحسن واحد في الفريق، هو الفريق خسر خلاص. نلعب كمان جيم. أنا بصراحة عجبتني شخصية السنايبر دي، اسمها إيه؟ اسمها ويدو ميكر. ويدو ميكر عجباني والله شخصية ويدو ميكر دي، انها عندي مسافة اضرب سنايبر من بعيد او ممكن استخدم سلاح كرشاش من قريب عادي. والسبيشال سكيل بتاعتها بتشوف كل الناس بقى من ورا الحيطة، رؤية حرية ما اعرفش بتشوفهم بايه يعني، هو انها بتشوف كل حد في الماب. One shot, one kill. كده رشاش عادي كده بيبقى سنايبر. I lost many good soldiers here. Attack. Commences in 30 seconds. I'm ready to kill. Hey. Fly like an Egyptian. You think there's something worth stealing in that temple? Group up. لاحظت حاجة دلوقتي في كلام الشخصيات ان هم بيتكلموا كلام مصري، مش كلام مصري بمعنى مصري يعني، هو كلام عن الحضارة المصرية لان هنا بنلعب في ماب في مصر. اوه وات حلو قوي المكان ده، حلو الكلام ده والله، عجبتني الحركة اللي هو عملها دي. بقى طلعنا فوق خلاص تقريبا المكان معروف يعني. بالله يا هو in range of the objective. Form up on me. وديت مكان عالي احسن حاجة. تعال نجرب. لا قشطة ماشي عشان صدمت الحبل بتاعي. يوكا
صعب قوي من ورايا كلهم دول. دي حيطة؟ في حيطة. دلوقتي احنا بناخد المنطقة اهو والفريق كله بقى عندما مطلوب ان احنا الفريق يتحرك مع بعضه نعمل مهمة مع بعض. احنا بنهاجم على النقطة التانية لو اخدناها نكسب. رقم واحد والله مش مشكلة خلاص. Heroes never die. جاتش فيه يا نهار اسود انا عايش. شكرا. في حد تاني بطل حاجه زي كده ما موتش. طب انا اشوف ضربها ازاي ده؟ اشوف منظوره. ايوه اعتقد يعني ضربه حظ تقريبا او هو محترف قوي صراحه يعني. ماشي احنا فضل لنا نقطه بي بس لو اخدناها كده خلاص هنكسب الجيم. شفت حد هنا؟ شفت حد هنا؟ طلع كمان هتروح فين؟ ما اعرفش المكان ده بيدخل على فين. هموت انا كده. طب كويس ما جاتش فايق. قريبة. هو بيلف ما اعرفش يوصل ولا لا. قتل واحد. طلع يا جدع. موقف صعب قوي. كويس ما خدش باله مني. كان موقف وحش. حاول اخد والله الموضوع مش صعب يعني فاضل لنا 4 دقايق. الموضوع مش صعب احنا لو نظمنا كويس واتحركنا صح. دخل واحد يفكر فيه.
كان الثور ده فضيحة أصلا. ممكن يكون في شخص مضاد اعلى من كده. هنا كلهم في الناحية دي، فاللي هيخش وظهره او بجنبه كده. يلا بقى سهل، احنا كلنا مجمعين. بس الموضوع مش صعب، بس هو شويه تنظيم انك تنظم مع فريقك وتحركه صح. نايس والله، جود جيم. شوف ده بيقول لك احسن حاجه حصلت في الجيم ده، هي احسن لعبه يعني. وقت الواحد بيقول والله ما لا لسه في حاجه تاني. ده قتل كتير. طب نايس والله. بس كده كفايه بقى، قولوا لنا بقى رايكم في اللعبه. لو ناويين تجيبوا اللعبه وهتلعبوا البيتا قولوا لنا تحت رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لقناه عرب هاردوير، وبرده تشوفوا الحلقات الثانيه او البرامج الثانيه اللي احنا بنعملها والفيديوهات الثانيه بتاعتنا. خلاص انا طلعت ليفل 3، مبروك. اشوفكم بقى في جيم بلايز ثانيه قدام. يلا سلام. وهي أول لعبة First Person Shooter يعملوها نزل على البلاي ستيشن، إكس بوكس والبي سي. اللعبة هتنزل الأوبن بيتا بتاعتها، هتنزل في 4 ماي وهتنزل رسميا 4